أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة من وعدم ومحبات في هذا الريف. فيديو جديد مع زراعة الطرق في البرنتر. حاجة بسم الله ما شاء الله، بقدر يريح الفلاح خالص، سواء بيحتاج الأرض الناعمة أفضل. الحباية بتنسب الزرع، والزرع 20 سنتي، نزل حبة وحبتين، توفر في الوقت. توفر في الوقت. توفر في الوقت. بعد الوقت الذرة اللي زرع بدري ده ممكن تأثر على دلوقتي الجو حار، الزرعة دي كويسة، الأرض دي سابت شوية حلوين، الدودة تكون ماتت. شوف إلا تورها دي المشكلة. صلى على النبي، تسلم، تسلم أبو كمال، تسلم.